لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نبدأ بشرح الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكراتم من أصول الثلاثة ينزامي بيانيني أكن إيماني وتركني نأكون إيماني شين إيماني دلي تتبع الله. نؤمن بكل الكتب المنزلة من السماء. زامي إيماني لدك اللي تتفند الله يسوك الدسو دقى سماء. نؤمن أنها كلام الله. نفرق زامي إيماني تشوى اللي تتفند مغنغنوني الله. وأن الله تكلم بها حقيقة. كما الله أحكيك أنت يا فأيوة أنن ساق أنن. لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى. لا يماثل كلام الخلق. Saboda Allah yana magana da maganan da ya dace da shi, maganansa ba ta dacewa, ba ta yin kama da maganganun halitta. Wa nu'min bi anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala 'ala kulli rasulin kitab. Kuma za mu yi imani cewa Allah ya saukar wa kowani annabi, Allah ya saukar masa da littafi. Nu'min bi jami'i al-kutub. Mun yi imani da dukkan littattafan. Wa bi ma'lamana Allah subhanahu wa ta'ala min asma'iha. Haka kuma waɗanda Allah ya gaya mana sunansu, mun yi imani da su. Al-Qur'an. Kaman Qur'ani ya faɗi sunansa, والتورا, da At-Taura na annabi Musa, da Injila na annabi Isa, والزبور, da kuma littafin Zabura, وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. da kuma abin da ake kiransa suhuf na Ibrahim da kuma annabi Musa alaihimu salam. ونؤمن بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من أخبارها. haka kuma za mu yi imani da dukkan abin da Allah ya bamu labari na labarin littattafan. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من الأحكام التي كانت فيها. سألنا نزامي إيماني ده كنشه كنشن ده الله يبين من تشي وسنزو أتشين وقت إن شاء الله تتبع. ونؤمن أن القرآن نسخ هذه الكتب، فلا نطالع هذه الكتب، نطالع فقط ما جاء في القرآن. سألنا نزام زومي وني ببن إيماني شي نزامي إيماني تشيوى للي القرآن يازو يا سوك دك اللي تتفى نسوك رقايشي دو اللي تتفى نسوك قباتشي سو يا سوك سو سألنا بزامي أيكي دكومي با سي القرآن دو حكا شي زام بوت يمي تكراتون سمي تتوكم وكنشا وكنشا نعم لأن القرآن نسخ هذه الكتب فنؤمن بها ولكن يكون عندنا القرآن هو المرجع نعم saboda alqur'ani ya soke wadancan littattafan don haka sai mu yi imani da su a dunkule da kuma duk labarin da yazo akan su a cikin alqur'ani amma aiki kuma za mu yi aiki ne da littafin alqur'ani wallahu a'lam Allah shine masani